يا رحمن يا منان، بلغنا رمضان وأعنا على الصيام. تقوم جمعية اتحاد التراث الإسلامي فرع الجهراء بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية لهذه السنة بحمد الله تبارك وتعالى، وكما ترون هذه السلات يعني تحتوي على كثير من المواد التمويلية اللي يحتاجها أو تحتاج الأسرة في رمضان بعون الله تبارك وتعالى. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر أخواننا المتبرعين الذين تبرعوا عن طريق سباق الخير أو عن طريق الشركات المتعاونة معنا، جزاهم الله خير. يعني هذا الخير وهذا الإحسان في بلد الإحسان، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.